موسم زراعة القطن طويل التيلة المصنف الأول عالميا في محافظات الوجه القبلي على مساحة 7000 فدان ليستعيد أمجاده من جديد. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن. أهلا بحضرتك معنا دكتور وليد، وحدثنا في البداية عن أهمية محصول القطن وأهميته الكبيرة ومكانته العالمية، تفضل. أهلا بحضرتك يا فندم وبجميع السادة المشاهدين إن شاء الله، وبنتمنى موسم زراعة وموسم قطن جيد إن شاء الله بإذن الله. محصول القطن بيعتبر هو المحصول الأساسي والمحصول الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية منذ أكثر من 200 عام، وبيعتبر هو الفرحة الأساسية لكل المزارعين اللي موجودين. صحيح المحصول مر بفترات نقصت فيها المساحة، وده كان خارج عن نطاق الصنف أو خارج عن نطاق الإنتاجية، ده كان خاص بعمليات التسويق. لكن في منذ 5 سنوات أو 6 سنوات في خطة طموحة من القيادة السياسية المصرية لعودة القطن المصري مرة ثانية إلى سابق عهده وسابق مجده، وده تمت مجموعة من الخطوات الأساسية وهي الدفع بأكثر من 6 أصناف جديدة على ساحة السياسة الصنفية والخريطة الصنفية للقطن لجمهورية مصر العربية، بداية من الصنف جيزة 94 و95 و96 و97 وانتهاء بالصنف جيزة 98، وهو أحدث الأصناف المصرية ذات الإنتاجية العالية وصفات الجودة العالية على الخريطة الصنفية للموسم الثاني، حيث بدأ الموسم اللي فات في مساحة 92 فدان، وبيزرع السنة دي في حوالي 1300 فدان في محافظة سوهاج ومحافظة الوادي الجديد. معهد بحوث القطن كان سباق منذ أكثر من شهر حضرتك مضى على الدفع بمجموعة كبيرة جدا من الندوات الإرشادية وأيام التدريب الحقلي وتدريب المرشدين الزراعيين والمزارعين في محافظات الصعيد كلها، بداية من محافظة الفيوم ووصولا إلى محافظة الأقصر ومحافظة قنا، وذلك على العمليات الزراعية الخاصة بإخلاء الأرض من المحصول القديم وعمليات الخدمة الجيدة والخدمة وزراعة خطوات زراعة القطن بالطريقة العلمية السليمة للحصول على أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى حملة قومية للنهوض بمحصول القطن، واللي معهد القطن بيقوم بها باشتراك مع مجلس القطن والمحاصيل الزيتية وبتوجيهات معالي وزير الزراعة وإصلاح الأراضي ومعالي الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بوجود باحثين معهد بحوث القطن، كل باحث في مركز إداري خاص به بيقوم بحل المشكلات التي الموجودة لدى المزارع كلا في وقتها، وبيقوم بزيارات ميدانية وتدريبية للمزارعين أسبوعيا، وذلك لحل المشاكل الفعلية وحل المشاكل بأسرع وقت ممكن. طيب دكتور اسمح لي أسألك عن أكثر المحافظات زراعة لمحصول القطن. حضرتك من أكثر المحافظات مساحة على مستوى الجمهورية اللي بتزرع محصول القطن محافظة كفر الشيخ، ودي بتزرع تقريبا 33% من إجمالي محصول القطن اللي بيزرع في جمهورية مصر العربية، بيجي بعدها محافظة الشرقية ثم محافظة الدالية ثم محافظة البحيرة. عظيم. استعداد حضراتكم لزراعة المحصول هذا المحصول الاستراتيجي على هذه المساحة الكبيرة، كلمني عنها أكثر دكتور. حضرتك اهم استعداد حضرتك هو الاستعداد بتوفير التقاوي المنتقاة ذات الأصالة الوراثية والنقاوة الوراثية العالية، والتي تكفي لزراعة كافة المساحات المستهدفة هذا الموسم، واللي بيتم إعدادها بواسطة معهد بحوث القطن والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وبيتم تعبئتها وتوزيعها على المزارعين والجماعات الزراعية في المحافظات، وبيكون ده حضرتك بإجمالي بكل كافي لكافة المساحات المستهدفة، وبإضافة 10 ل 15% احتياط استراتيجي تحسبا لاي مساحه يمكن ان تزيد في اي وقت، وبالتالي كل الجمعيات الزراعيه على مستوى الجمهوريه بيتم توفير البذره حاليا ونقلها لكل الجمعيات، بحيث ان المزارع لما يروح الجمعيه الزراعيه الخاصه به واللي موجود الوحده المساحيه بتاعته في دايرته هيلاقي شكاره البذره الخاصه بالصنف اللي بيتزرع في المنطقه بتاعته. اذا تحدثنا عن الدول اللي بتصدر ليها مصر القطن، ما هي ابرز هذه الدول يا دكتور، خاصة أن الولايات المتحدة صنفت مصر على أنها المصدر الأول لها فيما يخص القطن؟ حضرتك مصر حضرتك بتصدر للسوق العالمي، السوق العالمي حضرتك احنا هنتكلم عن، لو اتكلمنا عن الاقطان الطويله والطويله الممتازه هنجد ان مصر بتغذي السوق العالمي تقريبا ب 25% من اجمالي انتاج العالم من هذه الطبقه. وبنجد ان اكثر، ان مصر بتصدر القطن لاكثر من 21 دوله، بيجي في المرتبه الاولى دوله الهند، ثم يليها دوله باكستان، ثم يليها دوله بنجلاديش.
إلى أي مدى يساهم محصول القطن في دعم الصناعات المصرية والتصنيع المحلي؟ حضرتك لو قلنا أولا بالنسبة لدعم الدعم الاقتصادي القومي حضرتك، هنقول إن احنا محصول القطن تقريبا بنصدر بحوالي 348 مليون دولار. ده حضرتك احتياطي نقدي بيدخل للدولة المصرية، ده رقم عظيم جدا، وبيساهم في حضرتك حركة العملة الصعبة اللي موجودة، وبالتالي بيعمل دعم للاقتصاد القومي. الحاجة الثانية المهمة ان دلوقتي الحكومة عملت تطوير لقطاع الغزل والنسيج بإجمالي استثمارات تقريبا في حدود 32 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج في المحلة الكبيرة وكفر الدوار ودمياط ومجمع الغزل والنسيج اللي موجود في حلوان، وده لاستيعاب الأقطان المصرية، وحوالي تقريبا حوالي 40 ألف طن من إنتاج موسم 2023 تم حجبه محليا، وذلك لتغذية الصناعة المحلية عشان نعمل زيادة للقيمة المضافة للقطن المصري ونقوم بغزل القطن المصري وإنتاج خيوط وغزول منه، وذلك لإضافة تقريبا 35% قيمة مضافة زيادة أفضل من إن احنا نصدره خام. حاليا هيتم الموسم اللي جاي حضرتك احنا في انتظار ان احنا تقريبا في حدود 170 الف طن على اساس ان احنا نغذي الصناعه المحليه ب 90 الف طن طلبها، بالاضافه ل 90 الف طن حضرتك دي احتياجات السوق العالمي وخطوط الغزل العالميه اللي بتقوم باستيراد الاقطان المصريه وقايم عليها الصناعه في كثير من دول العالم. طيب حابة أسألك يا دكتور، هل لديكم برامج للفلاحين من خلال المرشدين الزراعيين من اجل تحسين الانتاج؟ طبعا يا فندم، احنا حضرتك قلت لحضرتك ان احنا في محافظات الصعيد من شهر فات قبل ما يبدا المزارعين بدانا في اولا حزمه من الدورات والندوات الارشاديه لتدريب المرشدين الزراعيين ومدير المكافحه واخصائي القطن بالمحافظات كلها، محافظات التسعه اللي موجوده في الصعيد. بعد كده حضرتك قمنا في المراكز الاداريه لكل محافظه بندوات ودورات تدريبيه وارشاديه للمزارعين، وذلك لتوصيل افضل التوصيات الفنيه الخاصه بالمحصول والخاصه بالصنف اللي بيزرع في المنطقه، وذلك لكي يستطيع المزارع الحصول على اعلى انتاجيه من وحده المساحه. برضه هتستمر هذه الندوات الارشاديه والدورات الارشاديه طول الموسم، وهيتم تغذيه المزارع في كل وقت وفي كل دوره باحدث العمليات الفنيه اللازمه للمرحله النباتيه اللي فيها النبات. يعني احنا في البدايه حضرتك بنعمل دورات ارشاديه لاخلاء الارض من المحصول القديم وحاره الارض وخدمتها الجيده، ثم عمليه الزراعه وعمليه الخف. بعد كده الدورات اللي هتليها هتبقى لعمليات العزيء ونقاوه الحشائش وبدايه عمليات المكافحه. بعد كده هتبقى في دورات ارشاديه للمزارعين على مستوى الجمهوريه حضرتك لعمليه مكافحه افات اللوز، ثم بعد كده للجني المحسن وكيفيه حصول المزارع على رتبه عاليه من القطن بتاعه والخروج بمحصول عالي ومحصول ممتاز وذو رتبه وجوده عاليه. كلا في حينه فده دورات ارشاديه هيقيمها معهد بحوث القطن مركز بحوث زراعيه لكل المحافظات على مستوى الجمهوريه بمراكزها الاداريه في ال 17 محافظه اللي تزرع قطن طول الموسم ان شاء الله. أنا الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن، شكرا جزيلا لحضرتك.